الزميل محمد الشاكر بيعني الحلقة قبل الماضية تحدث عن الفرق ما بين حالة عدم الاستقرار الجوي وبين المنخفض الجوي. اليوم راح نحكي برضو كمان يعني معلومات مهمة عن ما يسمى بدورة حياة الأعاصير. إليك محمد، تفضل. مشاهدينا، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. سنستعرض معكم اليوم دورة حياة الأعاصير التي تبدأ والتي تنتهي في حوض المحيط الأطلسي، لا سيما مع الأعاصير العديدة التي أثرت على تلك المناطق، مناطق مثل جزر الكاريبي والولايات المتحدة الأمريكية. بعيدا عن القارة الأمريكية، تبدأ الأعاصير من القارة الأفريقية. هناك سحب ركامية رعدية تبدأ في تلك المناطق، تتحرك بشكل تدريجي إلى المحيط الأطلسي عبر الجزء الغربي من القارة الأفريقية. هناك تجتمع هذه الغيوم والسحب الركامية الرعدية مع بعضها البعض. تبدأ هذه السحب بالنمو الرأسي، لا سيما إذا كان هناك ارتفاع في درجات حرارة سطح مياه المحيط، يزداد التبخر، يزداد نمو هذه السحب، ويبدأ تشكل منخفض جوي. هذا المنخفض الجوي يسمى منخفض جوي استوائي، وهذه هو نواة الأعاصير. لاحقا هذه المنظومة الجوية تتحرك بعيدا عبر الرياح التجارية لتقترب من الجزء المطل على المحيط الأطلسي من أمريكا الشمالية أو حتى جزر الكاريبي. هناك هذه المنظومة الجوية تصبح إعصارا فيما تتوفرت واحدة من ثلاثة شروط. أولا، أن تكون هناك درجات حرارة سطح مياه المحيط مرتفعة، بالتالي تغذي هذا الإعصار يستمر في النمو. الأمر الآخر هو ابتعاد هذا الإعصار عن مناطق بها يابسة. الأعاصير تحب أن تكون في البحار لتتغذى على تلك الطاقة الكامنة المنبعثة من البخار وارتفاع درجات حرارة سطح مياه المحيط. الأمر الآخر، وجود هدوء في طبقات الجو العليا أعلى من الإعصار، وهذا الهدوء يسمح لهذه المنظومة الجوية بالنمو رأسيا أكثر. إذا كان هناك منظومة جوية فوق هذا الإعصار، سيؤدي ذلك إلى عدم نمو هذا الإعصار في طبقات الجو العليا، وبالتالي يموت الإعصار ويتلاشى في بعض الأوقات. لاحقا هذا الإعصار عندما يشتد يظهر له عين. سبب ظهور هذه العين هو تيارات هوائية تدور عكس عقارب الساعة مبتعدة عن هذا الإعصار. عندما تصبح هذه التيارات الهوائية أيضا قريبة من عين الإعصار أو مركز الإعصار، تهبط إلى الأسفل، وبالتالي هناك تكون تيارات قادمة من طبقات الجو العليا إلى طبقات الجو السفلى. يظهر هناك عين إعصار في نطاق ضيق، هذا النطاق الضيق يكون مستقر، إنما الجزء الأقوى والأشد والأعنف هو حول هذا الإعصار وحول هذه العين، يسمى باللغة الإنجليزية بالآي وول. هذا الجزء هو الذي يحمل أكثر قوة للرياح، أكثر أمطاراً وأعلى أمواج. لاحقاً هذه الأعاصير إما تدخل اليابسة وثم تتلاشى وتموت، أو تبقى في البحر فترة طويلة حتى تبقى في أحياناً أسبوع أو أسبوعين، لكنها تتلاشى أيضاً وتموت. وفي بعض الأوقات هذه الأعاصير والمنظومات الجوية الاستوائية تتجه إلى عروض عليا، تقترب بمناطق أكثر باردة، تلتحي بمنخفضات جوية وتفقد خصائصها الاستوائية. هذا كان شرح مبسط لدورة حياة الأعاصير في حوض المحيط الأطلسي. شكراً لكم.